طب اديني دراسه الجدوى بقى، يعني الغزال الاوروبي ده اجيب قد ايه الغزال ويبقى مثلاً القطيع المثالي قد ايه؟ الغزال الاوروبي بيبدا موسم الشغل بتاعه اولا الغزاله بتبلغ على سنه ونص، سنه ونص اللي مولوده في مصر تمام، بتبلغ على سنه ونص، فبتتولد في شهر 6 تمام، بتعشر مع امها الموسم اللي بعده، الموسم اللي بعده الموسم اللي بعده، موسم العشر بتاعها من اول 10 كده لحد شهر 12، ده موسم الشغل التلقيح تمام، بيشتغلوا في الوقت ده الشياع بتاعها، الشياع بتاعها من 10 لحد 12 تمام، والولاده من ده اول 6. ده طبيعي ولا صناعي؟ لا طبيعي، كله طبيعي، كله طبيعي. الذكر له حوالي 7 نطي. اديني دراسه الجدوى كملها لي، عايز افهم، عايز افهم الموضوع، والله عايز الناس تفهم تدخل ولا انت حببنا فيها وكرهنا تمام فيها. تمام تمام. انا عندي مثلا هبدا قطيع امهات مثلا اجيب نتايه متوسط سعر من 20,000 ل 22,000 نتايه واحده، نتايه واحده تمام، والذكر في حدود 16,000، ذكر 16,000 تمام تمام. اجيب في مواصفات معينه لده وده عشان ابقى عارف ان ده قوي، والله الصح دي اللي انا اجيب الناس اللي هي اشتغلت مره واحده او مرتين ولدت قبل كده. اه مشاكل الغزال الاوروبي ايه بكل وضوح؟ مشاكله بكل وضوح، ابعد عن اي مبيدات حشريه تترش عليه، يموت، لان يموت، لان جلده المسمات بتاعته بتنفذ لل حساس، كان حساس. فاي مبيدات حشريه ابعد عنها تمام. الادويه مش بيحتاج ادويه كتير خالص، هو بس ممكن تدي له افوماج، تدي له شربه للديدان، الحاجات البسيطه قوي دي، او ممكن تحصين بتاع، هو بيمشي كل تحصينات البقر شغال عليه، بس احنا يعني ايه بندي تحصينات بسيطه. يعني اخطر مرض ممكن يجي له ايه؟ نقص تغذيه، نقص التغذيه بس ده الوحيد اللي بيجي. يعني النعام يقول لك لو جاله مغص ده ممكن يموت، لو الغزال بيجي له حاجتين، نقص تغذيه ده أسوأ مرض، وتاني مرض تيتانوس. تيتانوس لان هو بطبيعته بيتحرك بسرعه فممكن يتجرح، الجرح ده ممكن يسبب له تيتانوس.